جزء منا الارتكاب عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة بدلالة المادة 12 أولا ثانيا من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. يضحك وجوكم على هالصفحة. هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات ارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة.